في وضع انت حيرة تقريبا تنتهي بالبيت النهضوي، هل قادر المؤتمر ان يخرج بحركة بنهضة قوية، بنهضة موحدة، بنهضة قادرة فعلا ان تساهم في مقاومة الانقلاب ضمن اطار الجبهة، جبهة الخلاص الوطني؟ المؤتمر عندما يستوفي شروطه القانونية والإجرائية، وعندما ينجح في توحيد الحركة وردم الهوة بين مختلف الحساسيات والتيارات الموجودة في داخلها، وعندما ينجح في إرسال رسالة سياسية قوية حول تمسكه بقياداته التاريخية ونجاحه في عملية الانتقال القيادي، لا شك أن هذا سيكون دعامة قوية لعمل جبهة الخلاص ولمقاومة الانقلاب. كما قلت لك، المؤتمر ليس هدف في حد ذاته، المؤتمر هو مخرجاته، المؤتمر هو نتائجه. إذا نجح المؤتمر في الرهانات اللي طرحها على نفسه، فلا شك أن ذلك باش يدعم مقاومة الانقلاب وباش يدعم العمل داخل جبهة الخلاص والخيار السياسي اللي ماشية فيه الآن. ولكن إذا لا قدر الله فشل في أي من هذه الرهانات، فطبيعي جدا أنه هذا باش يكون عنده تأثير سلبي على الجبهة وعلى الوضع السياسي أيضا في البلاد. أنا كملاحظ سيرياب، كي نقرأ بعض النصوص خاصة في المواقع الرسمية لحركة النهضة، نقرأ مثال ما بلاغ مغتضب أصدرته جريدة الفجر الإلكترونية على صفحتها، بلاغ يقول أنه الدعوة إلى مؤتمر في غياب رئيس الحركة الشرعي هو محاولة انقلابية فاشلة، ويقول في هذا النص أيضا أنه لا جدوى من مؤتمر وأبناء الحركة في السجون، على أن كل تبرير وأسرار على ذلك يفضح النوايا الخبيثة لأصحابها. أنا نشكك أصلا في ربما ما تقولوا أنت الحفاظ على وحدة الحركة اللي ربما يكون من مخرجات هذا المؤتمر. يعني كي نلقاو نصوص في هذه الحدة في موقع تقريبا يمثل حركة النهضة، نسأل كمراقب، هل فعلا أنتم قادرون على الحفاظ على وحدة الحركة أمام هذه الخلافات التي تشق صفوفكم؟ على العموم جريدة الفجر لا تتكلم باسم حركة النهضة، معناها الإلكترونية تحدث عن جريدة الفجر الإلكترونية، ما تتكلمش باسم حركة النهضة. لا يعني ذلك أنها بعيدة عن الحساسيات والتيارات الموجودة داخل حركة النهضة، ولكن ليست هي المعبرة عن الموقف الرسمي للحركة، لأنه ديما اللي يعبر عن الموقف الرسمي للحركة هو إما بياناتها أو الناطق باسمها وبقية القيادات السياسية اللي تعبر عليها، هذو اللي يعبروا على حركة النهضة. بالتالي باش فقط نوضح المسألة هذه. طبعا كما قلت لك، أنا ثم خلاف في وجهات النظر، الخلاف هذايا كان قبل القرار واستمر بعد القرار، ثم نقاش قوي، هذا دليل في حد ذاته على حيوية موجودة داخل حركة النهضة وعلى حالة حوار داخلي نشطة حول موضوع المؤتمر والتقدير فيما يتعلق بموضوع المؤتمر. طبعا ثم مستوى يوصل له احيانا النقاش كما سمعت الان في التدوينه هذه في الفجر غير مقبوله، لانه الحوار ما يلزمش يوصل بينا الى مستوى التخوين، ما يلزمش يوصل بينا الى مستوى الاتهامات المتبادله، وهذا خروج على ادب الحوار وخروج على المناخات السياسيه والايجابيه المطلوبه داخل اي حزب سياسي باش ينجم يشتغل مع بعض. تقول لي أنت أنه هذا ما هوش دليل على، أو هذا ينقض الكلام بأنه حركة النهضة تستمر موحدة، أنا قلت لك هذا رهان من الرهانات. إما أنه ننجحوا في أنه نحافظوا على حركة النهضة موحدة من خلال المؤتمر القادم، أو لقدر الله ينجم يحصل بعض التصدعات، لكن أنا ما نقدرش أنه ممكن هذا باش يؤدي إلى انقسام داخل حركة النهضة. ينجم ثم بعض الناس اللي يكونوا منتصرين لآرائهم ولكنهم هما يقعدوا أقلية صغيرة داخل الحركة غير مؤثرة، ويقعد منتصر ومتعصب الرأي رغم أنه يكون واضح قدامه أنه الأغلبية ماشيين في طريق معين، ولكن هو ما وافقش على الطريق ذاك ويستتبع ذلك، ربما انسحابه أو استقالته أو غيره، ينجم هذا يحصل، ولكن هذا ليس حالة انقسام. احنا نحكيه على حالات انقسام أعمق وأخطر، لما تكون انقسام عمودي موجود داخل الحركة بين زوز ولا بين ثلاثة مجموعات أو تيارات، وقتها نتحدث على الانقسام التنظيمي أو الانقسام السياسي، ولكن أنه اثنين ولا ثلاثة ما يلقاوش أنفسهم في الخيار العام اللي تمشي فيه الحركة ويقرروا الانسحاب أو الابتعاد، أعتقد هذا معناها ينجم يحصل في أي مجموعة.